وسهلا بيك سي زياد الهاشمي. شكرا سي حسين، ولكن تصحيح فقط، مش نائب سابق، انا نائب ممنوع من العمل بسلطه انقلاب ودبابه. جيد جدا هذا التوصيف، النائب عن مجلس نائب دوره 19/24، رغم التوصيف ممنوع من العمل. قول يعني كي تقدمني، قول النائب الممنوع من العمل، النائب في مجلس 19/24. سي زياد، كما يقول سي سعيد، هم يصنفوا فينا الخارج واحنا نعنى خبز مصنف وخبز مش مصنف. القرارات الأخيرة هو خوف بماكينة المحاسبة 1500 كوشة حبس. ما حصل وقف للفوضى أم ذهاب فيها أكثر؟ لا لا، هو شوف، خليني، فما بعض المصطلحات التي يتم ترويجها، يعني فما شكون عن جهل وفما شكون عن تزوير، أنه هناك أزمة خبز في البلاد، وانه يعني فما ازمه شح مواد وفما لهفه، هذا كله غير صحيح. ما فماش ازمه خبز في تونس، وليس هناك يعني لا شح في الموارد، ولا هذا كله غير موجود. هناك سياسه دوله تم اعتمادها، واليوم نراو في النتيجه نتاعها. هناك من اراد هو فطم الشعب التونسي عن المواد المدعمه. قيس سعيد اتخذ قرار فطم الشعب التونسي، وقرر انه هذا الشعب يكتفي بانه هذا القوس متاع المواد المدعمه ودعم المواد الاساسيه يجب ان يغلق. والدلال اللي كان عايش فيه الشعب هذايا طيله 70 عام من دوله الاستقلال حتى قبل الانقلاب، قيس سعيد قرر القوس متاع الدلال هذايا اغلاقه، وقرر انه يتم تقريبا يعني وقف هذا الدلال، والشعب هذه لازمته تفطم. نعطيك بالارقام، والارقام هذه مش ارقام لا المعارضه ولا هي ارقام يعني دول شقيقه ولا صديقه. نعم. هذه الارقام اولا من ميزانيه 2023، ثانيا من معهد الوطني للاحصاء، وثالثا من يعني من وزاره الماليه. في 2022 في الثلاثيه الاولى ل 2022 الدولة التونسية 23 او ما يسمى، لا 22، نحكيو على العام اللي فات. نعم. في 22 الدولة التونسية، يعني نقولوا دولة في الحقيقة هي زريبة، نعم، ولكن برا نقولوا الدولة التونسية، شريت يعني انفقت 400 مليون دينار على الموارد، على المواد الأساسية المدعمة. نجيو في 2023، في نفس الفترة، تعرف سي حسين الدولة التونسية أو الزريبة هذه اللي يدير فيها قيس سعيد، تعرف قديش أنفقت على المواد الأساسية؟ أنفقت 10% فقط من 2023، يعني صرفت 40 مليون دينار فقط، أي تخفيض ميزانية المدعمة في المياه، يعني 90% تنقيص على ميزانية 2022. خنبصت للعباد، يعني قيس سعيد في 2022 عام التالي كما نقولوا كانت عنده 100 دينار، يعني شراء بال 100 دينار مثلا شراء بها مواد اساسيه ومواد مدعمه للشعب هذايا. السنه قيس سعيد قرر انه يفطم الشعب هذايا وينحي له الدلال ويقول له عمل على روحك، من 100 دينار صرف 10 دينارات فقط مواد مدعمه. شنو باش تلقى بالمحصله؟ الخبز ما فماش، الحليب ما فماش، الزيت ما فماش، السكر ما فماش، القهوة ما فماش، أكثر من هذا التاي ما فماش، لأن الدولة التونسية منذ بداية 2023 ما استوردت، يقول لك تكون حقنة تاي 100 جرام تاي لم تستوردها الدولة التونسية، سكرت باب استيراد التاي تماما. 2023 التاي اللي هي تقريبا الخمسه مواد دي عند المونوبول نتاعها الدوله التونسيه او قيس سعيد امتنع تماما. قيس سعيد، نحن نحكيو قيس سعيد، اليوم انت لا عندك لا حكومه لا برلمان لا وزراء لا ولايات لا معتمدين، عندك حتى حد، عندك شخص يحكم في البلاد الكل وفي الناس الكل، ما دون ذلك الكل كلام فارغ. كيف ذلك وهو في اخر تصريح قال ان الخبز خط احمر؟ ما قال خط احمر، وحتى زاد المعارضه قال خط احمر، وهو شوف فما حاجه، كل حاجه يقول عليها خط احمر الا ويفورها من بعضها. لكن خليني نرجع لهنا، وانت يعطيك الصحه ذكرتني بحاجه مهمه جدا، لانه خطاب قيس سعيد وزريبه قيس سعيد تعتمد خطابان،
خطاب للداخل ما سماه هو خطاب السيد حسين، وخطاب للخارج للمؤسسات. خطاب قيس سعيد للداخل كله كذب وكله يعني مغالطات وشعبوية، وليس ولا يمد للواقع بصيلة. هو فقط يسمحهم اللي يحبوا يسموه محتكرين، سراق، خونة، سرطانات، يعني زونات، وصف الناس الكل. هذا الوصف اللي تقريبا يخرج أقبح ما فما في الجمهور متاعه، واللي شيخ عشماتة. هذاك الخطاب الرسمي اللي يعتمد فيه قيس سعيد الجماعة. فما الخطاب آخر اللي هو على الأوراق، اللي هو الخطاب الرسمي للدولة التونسية. نعم. اللي قاله البارح وزير الاقتصاد سمير سعيد، اللي قال فيه انه الدولة التونسية ما عندها حتى حل الا تاخذ قرض. نعم. متاحة. اللي وقت اللي قالت وزيرة الصناعة قالت راه الدعم لازمته باش يتنحى، والدعم المحروقات باش يتنحى، مباشرة قيس سعيد نحى، لانه قيس سعيد بدأ في تطبيق الاجراءات التي طلبها منه صندوق النقد الدولي. فعليا سعيد انطلق في تنفيذ الإجراءات منذ أن تم الإعلان على ميزانية 2023. لكن وين الإشكال ما بين قيس سعيد وصندوق النقد؟ صندوق النقد يحب ليس فقط إذا يتم الموافقة على الإجراءات، ولكن أنه قيس سعيد يتبنى خطاب الواقع مع الشعب التونسي ويقول الحقيقة للشعب التونسي. يعني اليوم صندوق النقد هو عارف أنه قيس سعيد وافق على كل شيء ويلحلح براس والديكم اعطوني القرض وهني صححت، لكن صندوق النقد فقط قاعد يربي في قيس سعيد على القباحة متاعه، على دعمك صنافة وعلى كذا. لهذا هو قيس صندوق النقد لأول مرة يطالب أنه قيس سعيد هو اللي يمضي على القرض، وليس لا رئيسة الحكومة ولا وزيرة المالية. طيب. ولا وزيرة الاقتصاد، لأنه قيس سعيد تقريبا يستعمل في المغالطة، قاعد يقول لهم انتم طبقوا الإجراءات الموجبعة وسكروا قوس الدلالة ذي على الشعب، وخلي الشعب ذي يتربى ونحيوا له يعني هالدعم ذي وفطموه، وهني نبيع لهم أنا ونسربي لهم فات الخطاب الشعبوي. وفي المقابل انتم طبقوا الإجراءات الكل اللي طبقت عليكم صندوق النقد، وانا هاني قاعد نبرولكم في الشعب ذي. ولكن صندوق النقد هو رافض هذا، يحب انه قيس سعيد شخصيا يمدل هذا. وذلك علاش قيس سعيد منذ اشهر قال في سابقة يريدون مني نمضي انا شخصيا على الاتفاق وانا لن امضي، يعني هو قابل بالشروط انه تمضيهم، يعني بودن يمضيهم، سمير سعيد تمضيهم مهما كان. نعم. ما نعرفش حتى عاسيت الباركينج مستعد يمضي. طيب. هو فقط لا، وهذه تقريبا الإشكالية اللي حاليا بينه هو وبين صندوق النقد.